أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الخير، مساء الأنوار. نتمنى أن نراكم بخير، بصحة جيدة، وتم تشوفوا في حصتكم حصة تجي لايف. إيوي فانتو معنا اليوم الخميس، بان بكم عيانين، جينا اليوم احنا باش نرفهو عليكم ونفيدوكم أيضا ككل مرة. أعزائي المشاهدين، جوز سويعة تكون خفيفة ظريفة بإذن الله. والضيف تاعي تاع نهار اليوم حيكون حاضر معايا الطبيب أيمن. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك اختي عبير، ومرحبا بكم كامل، وشكرا على هذه الاستضافه الكريمه. الله يسلمك، الله يسلمك. اذا اعزائي المشاهدين، راهو حاضر معنا طبيب ايمن قلقول، طبيب عام. يعني اذا عندكم استشارات، اسئله حابين تطرحوهم، ما عليكم غير اتصلوا بنا عبر الرقم الظاهر اسفل الشاشه اللي هو 0770 00 54 54. ايوي الاتصالات راهي عاوزه تولات. اذا عندكم كاش سؤال، فكره في راسكم، بروفيتي لوكازيون، راهو حاضر معكم طبيب كونسلتاسيون بطل. اعزائي المشاهدين اتصلوا برك. اذا الهاوده ليك ايمن. ايمن طبيب عام، طبيب عام، وايضا استاذ، استاذ رياضيات وفيزياء. فوالا اكزاكتومون، ما شاء الله ما شاء الله. قلت لنا بلي صافي ابخي 5 من تتقري. ايه ابخي داكو. وان ميم طون طبيب عام جينيراليست. ان شاء الله السنه اسمها هذا العام نتحصل على شهاده طبيب عام، ومن بعد ان شاء الله نعقبوا ان كونكور دو ريزيدانو ونجيبوا لا سبيسياليتي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ياك حبيت سبيسياليتي ميتين انتيرن؟ وي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. كيفاش تقدر ثاني توفق بين تكون طبيب وان ميم طون استاذ؟ والله في حقيقه الامر هذا الشيء ماهوش بالشيء يستاهل. اكزاكتومون وي. باش تكون طالب طب، والطب عباره عن اون فيليير، لازم لها حضور، ولازم لها قرايه، ولازم لها اجتهاد ثاني، وبلا هذا الشيء كامل لازم لها اراده، ولازم لها حب، لازم تكون حاب هذا لا فيليير باش تقدر تصبر عليها كيما نقولوا، تصبر على المشاق نتاعها. او ميم طون انا نحب نقري عندي يعني التعليم هكا الشغف ديالك التعليم. كي كنت اون فات كي كنت صغير، كي كنت نقرا مع الولاد صحابي، نحب هذاك البليزير تاع نحب نعاون الناس، نحب نقري يعني تفهمهم. زعما في الويكاند كاع تتلاقاو، ايمن هو اللي يفهمهم. ما شاء الله. ابخي شتي جات باغ كونسيدونس، جاوني جاني اون فات انا جو سوي دو باتنا. ما شاء الله يبارك فيك. دونك عيطولي، عيطلي مدير تاع ايكول تاع اون ايكول، عيطلي قال لي اذا تقدر تبدا معنا كوميم بروف هكا ديبيوتون. حاجه سهله يعني، البدايه كيما نقولوا حنايا. اكزاكتومون. بديت هكا مع ان جروب هكا صغير سبيسيال ايتو، ومن بعد الحمد لله وفقني ربي واجتهدت يعني الحمد لله، كل شيء من عند ربي الحمد لله يا ربي. قبل كل شيء. اذا اعزائي المشاهدين، نذكركم برك انه الرقم لا يزال ظاهر اسفل الشاشه اللي هو 0770 00 54 54. يمكنكم الاتصال بنا وتحكوا ايضا مع الطبيب اللي راهو حاضر معنا. اذا دكتور قلنا يعني دكتور واستاذ، انا نقول لك دكتور. دكتور قلنا يعني وشنو بالك نصائح اللي تمدهم للناس باش يحافظوا على صحة جسدية تكون مليحة؟ شتي عابر اختي، للحفاظ على صحة جيدة هذا لازم له أسلوب حياة، لازم له نمط حياة، ماهوش تاع نصائح. اون فات كاين بزاف عباد لازم اون هيجين دو في اللي يتبعوها. فوالا هي دونك كاين عباد يتبعوا باغ اكزومبل نظام غذائي، يتبعوا أنشطة بدنية، ما يكملوش فيهم، دونك تلقيهم متذبذبين في هذا الشيء. دونك انا ننصح اي انسان قبل ما يبدا، قبل ما يتابع اي نظام غذائي ولا نظام صحي بصفه عامه، انه يعتمد عليه كاسلوب حياه، لانه كما على بالنا العقل السليم في الجسم السليم. صح صح. يعني هذه ايام اللي كنا صغار يعني في الدماغ يقولوها لنا. اكزاكتومون. يعني واش تشوف دكتور؟ تفضل تفضل. كنصائح على بالنا كامل باللي لازم الانسان يتحرك باستمرار، الحركه، لان الحركه بركه كما يقولوا. داكور. دونك الانسان باش يتحرك، حنا كي نقولوا الحركه بالك الناس تبالهم راح يجروا في دي ماراطون، نو با دو تو، ولا يروحوا يديروا دي زاكتيفيتي بالك دي سالز. لا مارش رابيد ولا تكفي. المشي لمده 30 دقيقه يوميا يكفي. مع انشطه ولا تمارين منزليه بالنسبه للانسان البسيط. باش تكون توافق جميع المستويات المعيشيه. داكو. يعني وهاد تشوف بالك انه بالك بعض الاحيان نشوفوا ناس يقول لك باش يحبط في الميزان يدي يتبع حميه غذائيه بصح ما يديرش سبور. هل تشوف بالك انه الحميه الغذائيه والسبور يكملوا بعضهم البعض؟ بيان سور، لانه الانسان كي يتابع حميه غذائيه بلا ما يتبع نظام ولا انشطه رياضيه ولا نشاط بدني بصفه عامه، راح سوا يصراو له ترهلات في الجسم نتاعو، وهذه يصادفوها بزاف عباد. سوا هو سي فري ينقص مي في لو بوا، مي ما تنقصش لا كراس نتاعو تاع لو بوا، نو ينقصو دي ميسكل، ما شغل تلقاه يتعب يا بيت.
نقصوا دي فيتامين باسكو الانسان كي تقول له دير حميه غذائيه يحب ينقص كل شيء يحب يشرب يعني يشرب غير الماء يدخل انه يمنع نفسه يحرم نفسه نو 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 با دي تو ميقدرش يكمل يا عبد امبوسيبل راح تلقى عبد ندير ان ريجيم ساك وراح يقدر يكمل في حياته كامل راح يجيوه دي زاكسيدون وين يقدر يفسد الشيء كاع اللي داروا داكور دكتور عندنا اتصال نشوف المتصله مريم من نرويبا نقولها الو اهلا وسهلا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الاكرام واش راكي لاباس الحمد لله الحمد لله يا ربي ولا غير بخير الحمد لله اذا مريم راهو حاضر معنا طبيب اليوم طبيب عام الله يبارك الله يسلمك الله يسلمك اذا عندك سؤال حابه تفضلي به عليك الخط تفضلي مريم والله يا اختي شوفي انا عندي الطوماط خرج لي واحد الكلاغ داكوغ ما فهمت اذا استمر ماكله ولا عندي انفيكسيون فيها باسكو كي درت لي زاناليز قالوا لي عندي انفيكسيون داكوغ اوكي قالوا لي دير لي برون انا ولا غير شفتو داكوغ قالت لك انه عندها لي ستومات تاعها وشاك ماتا عندها لي كلاغ يعني حبت تعرف يعني اسكو عندها اون انفيكسيون بالك في لي ستوما يعني سا بو كوزي دي كلاغ وقالها دير لي فيبرون مو على بور تكون عندها اون انفيكسيون داكوغ الوغ دو بريفيرونس دير ان بيلون كومبلي افون تو وتروح تتوجه للطبيب امراض داخليه وين هما لازمين تما يوجهوها ويشوف لو بيلون تاعها ويقدر يديستيدي من تما سينو فور بوسيبل تكون عندها اون انفيكسيون داكوغ مريم نتمنى انه جاوبنا على السؤال ديالك يعطيك الصحه شكرا جزيلا بالشفاء عليك مع السلامه ان شاء الله بيجي شكرا شكرا اذا اعزائي المشاهدين للمزيد من الاسئله تاعكم ولا يعني عندكم حاجه حابين تعرفوها الرقم اللي يزال ظاهر اسفل الشاشه اللي هو 077-00-53-54 اتصلوا بنا اذا الطبيب قلنا مقبل انه الحميه الغذائيه ما تعنيش الحرمان ما تعنيش بالك تكون توازن في النمط الغذائي سي فري نقدروا عابر نتحصلوا على وجبه ولا في الدار بيان سيغ باسكو الاكل السريع ثاني راهو عباره عن سم باش نكونوا على بالنا حنا كامل نضطروا في بعض الاحيان اننا ناكلوا برا مي كاين عباد ثاني كشغل نعرفهم كشغل ما ياكلوش في دار كل شيء ياكلوه برا كل شيء يوالفوا على الفاست فود دونك هذا الشيء غلط نقدروا نتحصلوا على وجبه غذائيه متكامله العناصر فيها بروتينات فيها الياف فيها فيتامينات فيها معادن وفي نفس الوقت واش يكون تكون فيها نسبه سعرات حراريه اقل بالنسبه للناس اللي تتبع الحميه الغذائيه وغنيه بجميع العناصر اللي يحتاجها الجسم بالك حنا نشوفوا هذا السؤال بالك خالدي نشوفوا انه العديد من الناس كيبداو يديروا حميه غذائيه اول حاجه يروحوا يشوفوا الشوفان الشوفان بالنسبه للناس اللي حاب اللي دير لا ميسكولاسيون باغ اكزومبل باسكو فيه نسبه بروتين عاليه دونك الانسان اللي يحوس باش يبني عضل لازم نسبه البروتين اللي يدخلها الجسم تكون كافيه وتكون تصل الى حد معين داكور دونك بهذا الشيء الانسان يروح للشوفان كما قلت انت الشوفان فيه نسبه بروتين عاليه دونك تساعد الجسم على البناء العضلي بيان سي داكور يعني هل تشوف بالك انه على الانسان يدير هذوك الدورات عند طبيب زعما سوفون كما نقولوا حنايا يروح ويدير دي كونسلتاسيون دي بيلون بيان سي سورتو الناس اللي عندها مرض مزمن صح السكري ولا ارتفاع ضغط الدم ولا امراض القلب انسداد الاوعيه الدمويه دونك هذا الشيء لازم الانسان يروح بشكل دوري للطبيب وهذا الشيء واش لازم يكون الانسان واجد قبل ما يروح لهذا الطبيب يهز معاه لي بيلون اللي دارهم قبل الدواء لازم يحافظ على الدواء اللي لازم يشربوا عند الطبيب وبيان سور لازم يتابع النصائح اللي قالها لهم الطبيب باسكو بزاف ناس شغل يقول لك شربت الدواء يسمان بعد حبستو شي بيت مو هكا شغل الحالات اللي يحبسوا يقول لك حبست الدواء يعني نشوفوا صحيح كاين عديد من الناس ما يقول لك بدا الدواء غير يحس روحو اليز ولا برا شويه يحبس الدواء ديالو نو نو سيفو داكور عندنا اتصال برك دكتور اسمح لي شوفوا لينا من بليده ونعاود لك الو الو اهلا وسهلا بك لينا الو وي الو السلام عليكم وي سافا لاباس راكم بخير لاباس الحمد لله كيما لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله اذا اليوم راهو حاضر معنا طبيب ايمن اذا عندك سؤال حابه توجهي به ليك الخط الله يبارك ما شاء الله حبيت نسق فيه برك على مشكل عندي القولون العصبي عندي قولون او يحكمني بزياده ما فهمت اش كنعالجو بالدواء ولا بليتيزان ولا والله ما فهمت داكور سوف نجيب على السؤال ديالك سيدتي شكرا جزيلا شكرا مع السلامه شكرا
اذا المتصله عندها لو كولون نيرفو فوالا وحبت تعرف يعني هل يعني العلاج تاعو يكون بالتيزان ولا يكون بلاك العلاج تاع القولون العصبي بشكل اساسي يتبع على اتباع نظام غذائي متوازن يعني نعاودو نولو ليجين دو في الانسان اللي عنده قولون عصبي لازم اول شيء قبل ما يروح للادويه باسكو احنا ثاني عندنا هذا النقص في التوعيه انه انسان وين ما ضر حاجه يروح يشرب دواء وهذا الشيء ماهوش صحيح انسان اللي عنده قولون عصبي هو اللي يعتبر نقدر نقولوا من امراض العصر باسكو الناس كامل عندهم اكزاكتومون الناس كامل قلت قدرني لو كولون قلقت شويه جيتي ستريسي ايتو يقول لك ناضلي كيما نقولوا لو كولون دونك هذا الشيء لازم لها نظام غذائي صحيح نظام غذائي بشكل متوازن جدا كما قلنا قبيل وجبة غذائية تحتوي على بقوليات حبوب كاملة خضروات فواكه بشكل كبير استعمال ولا ان نكونسوميو حليب قليل الدسم باسكو هذا الشيء كامل قادر يبروفوكي لنا هذا الامتناع بيان سور عن التدخين باش ما نقولوش باسكو راح يبروفوكي لنا بزاف لو كولون نيرفو سينو هذه هي اتباع نظام غذائي متوازن اتباع ما نقدروش نقولوا عليها حمية على قد ما نقدروا نقولوا لها نظام غذائي نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم اللحوم الحمراء ثاني عبر انا ما ننصحش بها بشكل دائم اللحوم البيضاء والاسماك بصفه خاصه الانسان يقدر لازم يتناولها من مره الى ثلاث مرات في الاسبوع والتقليل ثاني باسكو حنا يعني شعب اكل حنا شعب نحبوا ناكلوا نحبوا نتفننوا في الماكله دونك الزيوت الدهون الدوسوم هذوم كل لازم ينقصوا سورتو الانسان سورتو الانسان اللي عنده لو كولون داكوغ وهل بالك كيما حنا قاتنا المتصله انه ليتيزان يقدروا يخففوا الالم بالك ليتيزان حيساعدوا التخلص بالك شويه من الالم بالك يساعدوا على التخلص من الالم يساعدوا مع الديغاجمون داكوغ باسكو الانسان اللي عنده لو كولون نيرفو تلقاه سوا كونستيبي ما يقدرش ما عندوش شغل ولا تلقاي عنده حتى في بعض الحالات عنده اسهال مزمن داكو عنده دياري بين فاسون يعني مزمن طول عندنا اتصال اخر نقولوا الو اهلا وسهلا الو مرحبا الو الو السلام عليكم سلام من فضلك نقص برك للتلفزيون وسمعنا من سماعات الهاتف هكذا باش ما يكونش كاين انديكالاج بين الاتصال والتلفزه صح الله يبارك فيك شكرا نباتي محمد من مغنيه اهلا بك واهلا وسهلا بناس مغنيه نورتنا الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا اذا هو حاضر معنا الطبيب اذا عندك سؤال تفضل وعندي سؤال انا عندي الدك تاعي ما تحملش الكليماتيزر ما نحملهاش تباتا داكوغ الجامع ما نقدر تمشي له داكوغ وهذا ما كان راسي وجعني بيا كي نشم ريحتها كيما دزا نطيح داكوغ اوكي داكوغ سوف دوك نجاوبوا على السؤال ديالك نعم دوك نجاوبوا على السؤال ديالك هذا واش عندك سؤال؟ ايوا صحابة نقعد معاكم في الخط ولا لا لا يعني تقدر تشوفنا دوكا من التلفزيون تبعنا في التلفزيون حتى تشوف الجواب شكرا بارك وفيك بركة شكرا إذن عنده بروبليم قال لك لو كليماتيزور يعني بزاف يعني ما يقدرش حتى يروح للجامع عجل كليماتيزور يعني هذه حتولي بالك انه الوقايه خير من العلاج بيان سير حنا ديما نقولوها هذه دونك الانسان اللي عنده مشكل ما يقدرش يحافظ على هذه يقولوا لها عدم الحفاظ على درجه حراره الجسم وهذا الشيء يرجع بزاف حوايج مثلا عدم شرب المياه بشكل كافي لانه الماء كي يدخل جسم الانسان راح يساعد على الحفاظ على درجه حراره الجسم بحيث انه الانسان من كي يقعد في بلاصه بارده يقدر من هذاك الشيء يقدر كي عاد الجسم تاعو متشبع من المعادن خاصه ومن الالياف انه يقدر يحافظ على درجه حراره الجسم نتاعو داكور لانه خاصه الانسان ثاني اسمحي لي تفضل بيان سور انسان ثاني في هذه الحاله يحاول انه يبعد قدر المستطاع على هذا الكليماتيزر اكزاكتومون انا شفنا في بعض الاحيان انه ملي يدخل الصيف ولا الكليماتيزور شاعل حتى وين يخلص فوالا الوغ كو بالك الجسم يعني لازم في سخانه يعني تقيس هذاك الحر بالك في البروده يحس بهذيك البروده يعني انت مشتا خارج برد يعني ما في الصيف البرد ميم عظامك يا خويا ولا يوجعك سي فري والله غير عندك الحق اون بليس هذا المتصل بالك يكون يعاني من امراض الروماتيزم لأن الإنسان اللي عنده مرض الروماتيزم ما يقدرش يحافظ أصلاً
على درجة حرارة الجسم كما قلنا. دونك راح يتعرض بزاف النوبات، ما يقدرش يقعد في بلاصة باردة. داكو دكتور. إذا أعزائي المشاهدين راكم تشوفوا الرقم اللي زال ظاهر أسفل الشاشة، أنا نستقبلوا في اتصالاتكم. إذا عندكم أي أسئلة أي حاجة حبيت تطرحوها لنا نزيدي با تصلوا بنا، ورانا رايحين نكونوا إن شاء الله عند حسن ظن ديالكم ونريبونديو عليكم. دكتور قلنا وش من بالك الأمراض الشائعة بوكو بلوس يعني كتشوفهم في العيادات، شو من عدة الأمراض اللي الناس يجوا يشكوا منهم يعني من غير القولون العصبي لأنه مرض العصر؟ الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة الراجعة إلى نظام غذائي ونظام صحي غير متوازن. مثلا يعني توجو يعني هذه النقطة يعني كما احنا نقول نعاود نقولوا ليها ديما نحبوا نقولوا للناس، مثلا تلقاي إنسان ما يرقدش مليح. داكوغ. الإنسان الطبيعي ولا الإنسان البالغ يحتاج من 7 إلى 9 ساعات النوم. الإنسان اللي ما يشبعش نوم كما نقولوا احنا راح يعاني بزاف من أمراض القلب اللي هي أمراض مزمنة. أمراض شائعة هي عادة الأمراض المزمنة اللي هي ارتفاع ضغط الدم، السكري الناتج عن نظام غذائي غير متوازن بالنسبة للإنسان اللي ما على بالوش وش يأكل. تلقيه بار اكزومبل في الليل يروح يأكل شوكولا صح ويرقد. وي يعني بزاف يعني بزاف يعني من يقول لك في الليل تبنات يشرو تشوف الغازوز الشيبس فوالا اكزاكتومون المايس يديروا فيلم هكذا وياكلوا ياكلوا بدا يرقدوا يعني الجسم مش حيحرق اصلا. تحكي مني السكر ومن بعد يقول لك داويني كي راه حاكمني السكر. هو الفالي يدير في حسابه باللي الانسان كي ما ياكلش مليح، الانسان كي ما يرقدش مليح، الانسان كي ما يشربش المياه بشكل كافي، الانسان اللي ما يتحركش ما يديرش اي نشاط بدني، هذا الشيء راح يتسبب له في امراض مزمنه راح تتبع مع حياته كامل للاسف. راح تعيش مع حياته. عندنا اتصال اخر نقولوا الو. اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء النور. شكون معنا من وين تتصلي بنا؟ اهلا بك ام صفاء. اهلا وسهلا ومرحبا بك. اليوم راح حضر معنا الطبيب ايمن، اذا عندك السؤال تفضلي به. مرحبا بك. حبيت نسقسي عندي بنتي الله يعرب على الخير. داكوغ. حبست لي ما عرفتش عليها. عفوا والله ما سمعنا. عندك بنتك عمرها 4 سنين؟ حبست لي الماكله حبست لي الميزان. داكوغ اوكي يعني هذا هو السؤال. كل هرمون عندها. داكوغ. اي حبيت تشوفي الدار تصرفها. داكوغ سوف نجيب على السؤال ديالك. صحيتي خيتي ربي. شكرا. لا شكرا على واجب ربي يخليك. اذا ايمن قالت لك انه عندها بنتها في عمرها 4 سنين. داكوغ. اقلعت عن الغذاء عن الاكل عفوا ماهيش تاكل سي بون، وقالت لك غير تنقص في الميزان مي كي داروا لي بيلون وي تو الطبيب قالها توتي بيان كل شيء ريغلو. يعني هذا الشيء ماهوش راجع لسبب نفسي. داكوغ. مشاكل نفسيه. لانه الطفل بصفه عامه راح يكون في مرحله البناء راح يحتاج انه ياكل، وفقدان الشهيه هذا المفاجئ قد يعود الى اي صدمه نفسيه مثلا. مثلا في سن الطفوله الانسان ولا الطفل عفوا ما يكونش قادر انه يتقبل انه ولا يتعامل ولا يواجه هذه المشكله النفسيه اللي قادره تواجهه. دونك قد يضطر في بعض الاحيان الى السكوت، تلقاه ينعزل، تلقاه يميل الى الوحده مثلا وما ياكلش، يرفض الاكل. بالك يعني مادام لو بيلون تاعها مليح. وقد ثم كنصيحه فقط كاين عابر واحد المكملات غذائيه تتباع في الفارماسي ملاح اسمها مكونه من عناصر طبيعيه 100% ما فيهاش خلاص يعني راهم راح يساعدوها اكثر صناعيه راح يساعدوها سواء باش تاكل باش ترجع لها الشهيه تاعها، وفي نفس الوقت تعاونها في البناء اللي اسمها تعويض ولو بشكل صغير الشيء اللي راهو يضيع منها كيما يشتاق باسكو راهي في سن ماهوش مليح الفالي تاعها. اكزاكتومون. عندنا اتصال اخر نقولوا الو. اهلا وسهلا. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الاكرام. واش راكم؟ الله يسلمك اختي العزيزه. واش راكم لاباس؟ لا غير بخير الحمد لله. شكون معنا من وين تتصل بنا؟ معك كريم من الرغايه اختي العزيزه. اهلا بك واهلا وسهلا بناس الرغايه نورتونا. راهو حاضر معنا طبيب ايمن قلقول، اذا عندك سؤال تفضل. اختي العزيزه حبيت نسقسيك. عندي السكر. داكوغ. نحيه بزاف. وما على باليش واش ناكل واش ما ناكلش، ما على باليش كيفاش كاع تخلطت لي. راك تبع في طبيب ولا لا؟ درت نظام انيس، قال لي على الصباح كي نوض يكون عندي 1.5 غرام. داكور. اك تشرب في الدواء؟ مع الماكله مع القلقه مع كاع نعاود. اك تشرب في الدواء ولا لا؟ لا لا مانيش نشرب. داكور. شحال عندك وانت؟
سما وانت مريض بهذا السكري؟ ما عنديش بزاف. نعم هكا هكا. داكور دوك نجاوبوا على السؤال ديالك مسيو. شكرا. صحيت الله يسترك في العزيزة. مع السلامة. سلام. شكرا شكرا. صح. إذا قال لك عنده الديابيت فوالا يعني وما باش هو النمط الغذائي اللي حيتبع وقال لك حتى الدواء ماهوش يتبع يعني ما عندوش دواء. alors que عنده 1 غرام ادمي يعني في يعني غير نوض الفالي يشرب الفالي يكون يشرب لازم يزرب يكونسلتي لو بلوتو بوسيبل لو ميدسان اكزاكتو لازم يشوف طبيب وبلاك يغير حتى الطبيب اللي راهو معاه الان باسكو مادام قال لك انه الطبيب تاعو ما مدلوش الدواء مختص في الغدد اذا ماهوش اذا ما على بالوش يروح للطبيب مختص في الغدد هكا اسمه اندوكرينولوج دونك هو اللي راح يعطيه الدواء اللي لازم يشربه باش عاده يكون الجلوكوفاج بيان سير واتباع اي نظام خالي تماما من السكريات المعقده داكو. دونك على بالنا باللي الشوكولا وعلى بالنا باللي الحلويات كما احنا قلنا قبل شعب اكل نحبوا خاصه الحلويات نحبوا نتمنوا فيهم المشروبات الغازيه هذا الشيء كل ممنوع يعني من بعد على كامل السكريات هادو ما بالك لي فخبي يعني كما احنا نقولوا حتى السكر يحاول انه يستمدوا من عناصر طبيعيه كما قلت انت الفواكه لي فخبي يقدر يجيب من عندهم سكر طبيعي اما السكريات المعقده والسكريات اللي كان يتعاطى اللي كان ياكلها لازم يتفاداها بشكل نهائي بشكل نهائي وقاطع داكور. إذن أعزائي المشاهدين منهم نروحوا لفاصل إشهاري خفيف ظريف ونعاودوا نقولوا لكم ما تروحوش بعيد ريحوا معنا. أعزائي المشاهدين وأنا عودة لكم بعد هذا الفاصل الإشهاري الخفيف ظريف لالتحقوا بنا الآن نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم واللي كانوا يتبعوا فينا من قبل الفاصل رانا عاودنا ولينا وطبيب لايزال حاضر معنا مرحبا بك مرة أخرى دكتور مرحبا بك الله يسلمك الله يسلمك. إذا أعزائي المشاهدين رقم ظاهر أسفل الشاشة اللي هو 077-00-54-54 يمكنكم الاتصال بنا إذا عندكم أسئلة حابين تطرحوهم على الدكتور اللي راهو حاضر معنا عليكم غير تتصلوا برك كاينة حاجة نقصوا غير التلفزيون سمعونا من الهاتف باش ما يكونش كاين عندي كالاج في الهضرة. دكتور العودة ليك سؤال يقول يعني هل كاين بالك تحسس يعني من الغذاء يعني ما كاينش ماكلات اللي الناس عندهم تحسس منها كيفاش يتفاداو هذا التحسس؟ أول شيء لازم يعرفوا أعراضها باسكو كاين بزاف عباد ما على بالهمش باللي عندهم تحسس غذائي من أكل معين. داكور شنو الأعراض بالك شنو بالك ديغوجور هكا ديغوجور يخرجوا لهم هذوك ديما كاينين حتى في الجلد عندك مام دي فوم يسمو حالات غثيان حالات تقيؤ أون دياغي ثاني بين فاسون ماهيش مليحة ثاني هذا الشيء كامل راح يوصلنا الواحد يتفكر واش كليت البارح واش ما كليت حاجة تسمى صرا لي فيها بروبليم في هذه الحالة دونك لازم أول شيء كاين دي ميديكامون وحنا شغل نحاولوا على قدر المستطاع كأطباء أن نتفاداو وندوا للمريض أول شيء أنه يشرب دواء دونك نحاولوا على قدر المستطاع أن نتفاداو هذا الشيء قال الإنسان لازم على باله بلي عنده تحسس غذائي من أكل معين دونك ما ياكلوش ماشي ياكلو بعد يشرب دواء هذه ثاني ماهيش مليحة دونك في حالة ما إذا تعرض لهذا التحسس يروح لطبيب أخصائي حساسية دونك على بالنا بهم كامل في هذه الحالة لازم يعرف له أول شيء يدير له أن بيلون ديزاناليز وين يعرفوا شنو هما شنو الأكل كامل اللي عنده منه تحسس باش منه هكا يدير حسابه بعد يشرب أن تراتمون تيبيك كاين حاجة اسمها كاين لي تراتمون يشربوه إن شاء الله داكو إن شاء الله يربي عندنا اتصال نقولوا ألو أهلا وسهلا انقطعت المكالمة للأسف. أعزائي المشاهدين الرقم يزال ظاهر أسفل الشاشة 077-00-54-54 اتصلوا بنا نحن بانتظار اتصالاتكم. إذا دكتور كما مقبلة على هذيك الطفلة الصغيرة اللي عندها 4 أقلعت عن الأكل وما هيش تأكل قلنا بلاك هذا الشيء واللي المرض نفسي بلاك فوالا راه يتعبر بهذه الطريقة كما حنا نقولوا على الحزن بلاك اللي راهو فيها ولا المشكلة اللي راهو فيها اكزاكتومون الغيرة تقدر تكون أيضا الغيرة يعني كيفاش نقدروا نتفاداو من الأمراض النفسية المشاكل النفسيه شتي اول شيء لازم التوعيه عابر باسكو حنا عندنا مشكل مع المرض النفسي الانسان ولا الشعب الجزائري بصفه عامه يرفض هذا المصطلح تاع راهو مرض نفسي سوا يقول لك واش كاين ما كانش مرض نفسي واش الشيء هذا واش ولا راك تي اكزاجير اكزاكتومون راك تزيد عليها بركه بالك الانسان راهو هكا على حافه الحياه خلاص راهو كاره مي الوغ كو بالك ما يلقاش هذاك كما حنا نقولوا لونتروتيان بالك اللي يدوروا به ولا تلقاه ثاني انه يستهين بهذا المرض مع العلم انه المرض النفسي لا يقل اهميه ابدا عن المرض الجسدي
بل عنده اتصال مباشر ايضا مع المرض الجسدي. انه الانسان عاده عابر كي ما يكونش مليح، كي يكون عنده اضطرابات نفسيه، عنده مشاكل، عنده ضغوطات، سواء تلقيه بار اكزومبل ما ياكلش خلاص اكزاكتومون صح سواء يروح يهرب للماكله، سواء قاد كاين عباد ثاني ربي يعافيهم ويعافينا يروحوا للمخدرات، كاين انسان ثاني يهرب وهو شكل من الهروب فقط من المرض النفسي وليس من المواجهة. صحيح. نوع من انواع الهروب اكزاكتومون. دونك في الحاله هذه لازم اول شيء نوعيه الانسان انك قادر تروح للطبيب النفسي، كما قادر تروح للاندونتيست، كما قادر تروح للانجيني، بينابورت ليسونسيال انسان كي يكون عنده مشكل وعنده اضطراب نفسي. كامل عندنا اضطرابات نفسيه وكامل نعانيو من عقد وكامل عندنا مشاكل وضغوطات ايتو. دونك انسان يروح يكونسلتي عند طبيب نفسي يشوف انه يسي كيفاش عنده هذاك لوداس ولا هذاك الكوراج اون فوا يواجه ويقدر زعما. في بعض الاحيان يقول لك اني نشوف طبيب نفسي حب يقول انا مهبول انا مريض راكو سي با فريمون سا فوالا الوغ اون فوا عفوا باك دكتور عندنا اتصال نشوفوا المتصل ونكملوا في هذه النقطه نقولوا الو مرحبا الو 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 اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الاكرام وشراكه معكم بخير والله الحمد لله زهير المرضيه اهلا بك واهلا وسهلا بناس العاصمه مرحبا بك وشاك اختي لاباس والله غير بخير الحمد لله راه حاضر معنا طبيب اذا عندك سؤال تفضل عندك سؤال طبيب طبيب الله يجازيك حبيت نسقسيك تفضل انا يا جوسيان ديابيتيك داكوغ عندي الانسولين عندي الجليكوفاج عندي كلش داكوغ واش عندي مشكل في الخدمه ديالي نخدم في الصحراء ونخدم كذا الماكله ديالي اني با فريمون ستابل نوض الصباح دي با 5 دي ماتان باش نفطر ومن بعد نخرجوا على 11 نعاودوا نولي باش ناكل وما ناكلوش تيفو الماكله ما ناكلوش الدواء ديالي ما رانيش فريمون معاه سوا سوا ديزوردوني ديريكتومون ندير الانسولين الوقت اللي يطلع لي نضرب الشكا الوقت اللي يطلع لي ما رانيش ستابل داكوغ ما عرفتش روحي كيفاش ندالك لي روحي باش نكون سوا سوا هادي يعني ويت ديكرو يقول زعما شربت واحد 8 ومن بعد عرض على الفطور انا ديفو الفطور نفطر حتى 3 تاع العشيه صح الصحه اولى لا. يعني كنولو نشوفو صحتك هي الصح لو كان ما عندكش صحتك ما تقدرش تخدم الو لازم انك صح راني خدام راني خدام وديفو ننسى روحي راني مع الخدمه ننسى روحي حتى نلقى روحي زوج ونص 3 مازال ما فطرتش والفطور ومن بعد كيجي نفطر ما نعرفش روحي شحال راني شحال واش والماكله الماكله ماشي انا اللي كوموندي سا ديبو واش يطيبوا لنا يطيبوا لنا الواجد الواجد راني ناكلو داكوغ والله ما عرفت روحي كيفاش ندير وكي ندخل للجزائر ونجي هذاك ليبيراسيون كي ندخل للجزائر تما كنجيب حلوله انيبورت كيلو نقولو كذا تخشي هذيك الشحنه هذيك اللي ما كليتهاش تولي ناكل بعدا نلقى روحي 4 غرام 3 غرام 5 غرام سا ديبو داكوغ دوك يعني نسيو كيفاش نحاولوا كيفاش نعاونوك يعني نمدوا لك افكار كيفاش تنظم وقتك انا الوقت ديالي هذاك تاع الشونتي كيكون تاع الشونتي طبيبك فاهمني ويش دكتور بيبيان سي بارك الله فيك ربي فيك بركه شكرا جزيلا مع السلامه الله يعطيكم الخير سلام شكرا صحه ربي يجيب الشفاء ان شاء الله اذا نبدا انا قبل ما تبدا انت دكتور كي قال لك انه الدواء ما عرفش وقتاش يشربوا لازم يعني اسهل حاجه يعني الانسان يديرها كي يكون عنده دواء يريلي الرافي تاعو والله جيت راح نقول لك والله مادام تنسى عليك ولا انك تريلي الرافي تاعك شاك بيتر وديروا تو لي جو يعني من حد السبت يعني كل يوم حد اثنين ثلاثه اربعه خميس جمعه السبت في هذاك الوقت نفسه راه رايح يصوني وراك رايح تفكر دواك كاين ميم دي زابليكاسيون سيغ تيليفون اكزاكتومون يعني اسهل حاجه بالك عنده تليفون حطبه كيما نقولوا حنايا دير الرافي ديالك فوالا شاك 8 احسب بالك يوميا تشرب دواك على 8 تاع الصباح ومن بعد ابخي 8 سوايع تزيد تشرب دواك هكذا وثاني حتى دواء تاعك حتى الجسم تاعك راه رايح يوالف يعني في 24 ساعه يعني عندك نفس التوقيت اللي راح تشرب فيه الدواء تاعك ماذا هذاك لو طون تاع وحدك راك رايح تتبع هذاك النمط وراك رايح تتاقلم معاه يعني لانه المرض المزمن اهم مشكله فيه ولا اكبر مشكله فيه انه الانسان ماهوش يتابع سواء اللي ما يتناولش الادويه تاعو بشكل منتظم وهذا هو الشيء اللي يجي كيما قبل كي كنا نحكيوا على الفحوصات الدوريه ان يجي مريض مرض مزمن كيما ديابيت باغ اكزومبل يجي يقول لك ما شربتش دواء عندي سمانه كيفاش ندير
وي الفالي يشربوا اكزاكتومون دي فاصون كوت يكسول ما يقدرش يلعب في هذا الشيء. ومن بعد كي يصراو له اضطرابات كيما راهو يقول يرتفع نسبه السكر بشكل كبير بالضبط بغالي 4 غرامات اكزاكتومون. دونك في الحاله هذه دونك الفالي كيما قلتي انت يضبط المنبه تاعو كيما نقولوا اكزاكتومون اسهل حاجه على وقت باين هيه. اون بليس يقدر ثاني يدي معاه واش كشغل دي غوبا يعني هو قال لك انه يخدم في الصحراء ياك الوغ بالك فوالا يعني يوجدوا لهم هما الاكل وكاع ما كاينش شكون يوجد له الاكل فهمتني. نو اهم حاجه الدواء مادام قادر انه يكونترولي ويقدر انه يشرب الدواء ما لازمش يلعب. ما لازمش يلعب للاسف. داكو عندنا اتصال نقولوا الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه والاكرام اهلا وسهلا. يسلمك اختي مش راكم لاباسكم بخير؟ والله لاباس الحمد لله. نتوما لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. شكون معنا من وين تتصلي بنا؟ انا سليمه من تيارت. اهلا بيك سليمه واهلا وسهلا بنا تيارت نورتينا. الله يسلمك اختي. اذا عايده عندك سؤال الدكتور تفضلي. تفضلي اختي. انا ثاني عندي قولون عصبي داكور ودير لي الاكتئاب داكور شراني نمر بحاله نفسيه داكور. والله عندي الخوف عندي كي شغل نخاف كي نشوف حودي ولادي لاشهم يقبحوا ولا نتقلق وتحكمني حاله هكا شغل نمل كاع ذراعي شو خوف. داكور دوك نحاولوا ان نجاوبوا على السؤال ديالك هذا. واش عندك سؤال؟ هذه هي نحاول كي شغل سمعت طبيب يجاوب حسيت راه يحكي عليا عندي حاله نفسيه. داكور دوك نعاود نقولوا لهذاك السوجي تاع الحالات النفسيه واش راه نجاوبوا عليك. شكرا جزيلا. هيا صحه الله ربي يكون في العون. مع السلامه. شكرا. رجعنا وي رجعنا للصحه النفسيه ورجعنا للمشاكل النفسيه اللي قادر الانسان يتغاضى عنها مع الوقت. يقول لك ما عندي والو ولا مشكله وتفوت ولا ازمه وتفوت مع الوقت تفاقم له راح تبروفوكي له كيما دارت لها هي دارت لها شغل لانكولون نيرفيب بالك هي ما عندها والو بالك هي شغل ماكلتها مليحه بالك ما كي عاد عندها مشاكل نفسيه هذا الشيء اثر لها بشكل مباشر على الجهاز الهضمي تاعها. في الحاله هذه انا ننصحها شغل بار اكسبيريونس روحوا عند طبيب نفسي وما تحشموش. اكزاكتومون جو ماشي عيب انك تروح بور كونسلتي بسيكولوج ولا عفسا ماشي كاع حاجه عادي راهو مرض الانسان كي يروح عنده. الناس كيما قلتي انت قبيل تبالها انا نروح تبلك فيا مجنون. اكزاكتومون هذيك تروح عند بسيكولوج روح عند سيكياتر ماهوش راح يعطيك الدواء راح يرجعك باص نو راح سوا شغل حنا طرق الوقايه ولا طرق العلاج النفسي عندها ثلاث حالات. نبداو بالعلاج انك تسمع المريض انك تحاول حتى اذا ما عطيتوش حل للمشكله تاعو اون فوا سمعتو ديجا راهي طريقه ولا راهي شغل اونيتاب في العلاج تاعنا حنا. بون بعد يجي العلاج بالادويه وهذه الادويه ماهيش راح حنا ما نقدروش نقولوا على الدواء هذا راح يقضي على هذا المرض نو مي راح يعاون راح ينحي له شغل لي زيفي سيكوندار تاع هذا المرض كيما الاكتئاب. مضادات الاكتئاب كاينين بصح لازم شغل الانسان يتناولهم بصفه منتظمه وما يقدرش يتناولهم بلا وصفه طبيب بلا وصفه تاع طبيب نفسي وبلا وصفه طبيه كيما قلتي. من بعد كاين مهدئات. المهدئات يخليوا الانسان يرقد على بالك عابر الناس اللي ما ترقدش ايماجين انسان تلقاه ما يرقدش 48 ساعة صح كيفاش تحبيه كيفاش تحبيه يتعامل مع المشاكل تاعو وكيفاش تحبيه يتخذ قرارات صحيحه وماهوش شابع نوم. المام الخلايا المتجدده هذه في الجسم تاعو ولا الخلايا اللي باش تتجدد في الجسم تاعو ماهيش تقوم بالوظيفه تاعها. ما كانش اتصال تاع خلايا عصبيه لانه اثناء النوم هناك اتصال مباشر بين الخلايا العصبيه هناك تجديد للخلايا ثاني دونك هذا الشيء ما كانش الانسان ماهوش راقد بار اكزومبل ولا يبقى يخمم في في المشكله تاعو بشكل سلبي ولا بطريقه سلبيه يكبر هذيك الحاجه ويعيش المشكل يعني وما يحكيهاش شغل تلقايه ولا انطوائي تلقايه ما عرفش دونك روح عند طبيب نفسي بالك تلقى عنده الحل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. لما لا عندنا اتصال اخر دكتور ايناس من الجلفه. الو اهلا وسهلا. الو الو مرحبا. اهلا بك حابه نسال الدكتور لنا. تفضلي تفضلي اليك الخط. انا عندي السكر بالطونسيو داكور و وحابه نشخصي عندي بيبي صغار نقدر نكمل الرضاعه نتاعها بالرغم انه عندي لوطونسيو سكره يعني راهي فيه عندها دوكا الان راضية قدك يعني اسكو تقدر ترضع لونفون يعني لو بيبي ديالها وهي عندها لو ديابيت ولا طونسيو هي تقدر
ما هيش ما تقدرش مي دوكا سا ديبون الادويه اللي راهي تاخذها هي هي الادويه ما ياثروش الادويه بشكل عام ما ياثروش على على الحليب اللي راح تمد تاعها مي ثاني لازم لازم تشرب لازم تتناول مكملات غذائيه كما كنا نقولوا قبل باسكو هذا الشيء راح يساهم بشكل كبير في انه الحليب اللي راح تمد لولدها يكون حليب كامل ومتوفر على جميع العناصر المغذيه داكو هذا واش عندك سؤال سيدتي بالرغم من راني ندير في الانسولين قالت لك راني ندير في الانسولين بشكل عام تقدر مازلنا فين تقدر مازلنا نقدروا نقولوا بلي تقدر تضع وليدها داكو يعني وشوفي ايضا الطبيب ديالك لو ميديسان تريتون يعني اللي تتبعي عنده هو ايضا واش يقول لك هي نورمالمون قال لي عادي صح نقدر كنت نمشي نقبل بالدواء وبكره راني ندير في الانسولين راني نقدر نبطل الانسولين نرجع للدواء اللي كنت نستعمل فيه وراح نمشي طول بالانسولين نو بشكل عام تقدر مي حنا اللي قلنا باللي باش يكون الحليب تاعك اكزاكتو يعني باش يكون الحليب كامل كامل ومتوفر على جميع الفيتامينات والمعادن تقدر تعاون بمكملات تعاون نفس ديال نفسها عفوا بمكملات غذائيه كاين ثاني حبوب الطلع ثاني عابره ذو ملح بزاف يقوي المناعه تاع المراه باش تقدر هي بعد كما قلنا تقدر ترضع وليدها وفي نفس الوقت تكون تكون متوازنه صحيح ان شاء الله جزء. ان شاء الله نتمنى انه انا نجاوبنا على السؤال ديالك سيدتي ايه ربي يحفظك الله يسلمك شكرا شكرا جزيلا مع السلامه شكرا شكرا اذا دكتور يعني هل تشوف بالك انه كاين في بعض الاحيان امراض يعني امراض نشوفهم في الجسد ديالنا اللي هما ايضا ياثروا على الصحه النفسيه يعني الصحة النفسية كي تكون ماشي ستاب وتكون ماشي مليحة راهي رايحة تأثر على الجسم وراهي رايحة تخرج فيه أمراض يعني كيما يوليش ياكل حيخرج تولي عنده الأنيمي يعني تولي عنده الدوخة يعني هادوما فوالا اكزاكتومون يعني بصح هل كاين بالك أمراض اللي يسبقوا المرض النفسي يعني يكون كاين مرض بدا ذكر بالك شخص يدخل في أزمة نفسية باغ اكزومبل زعما السرطان يعني هاد الانواع بيان سور الانسان دوكا كيتعرض لاي مرض وكيما قلت انت السرطان على بالك بلي كاين بزاف عباد ما يقولوش سرطان يقول لك هذاك المرض يخافوا حتى يقولوا الاسم تاعو دونك في الحاله هذه الانسان كيتعرض لاي مرض لازم يكون عنده قابليه انه بيان سور قبل كل شيء الانسان يامن بربي سبحانه على باله وعلى باله بلي ربي هو الشافي المعافي ربي راهو يجعل الشفاء في ايدي عباده هذا ما دونك انسان ربي سبحانه كي يامر بالشفاء الانسان مو الله ما يكون عنده مرض خبيث ما يكون عنده اقصى درجات المرض راح يقدر يرتاح يعني والاعمار بيد الله يعني الاجل هو اللي يقتل ماشي المرض بيان سور وتكون عنده مام هذيك لا فولونتي تكون عنده الاراده عابر صح انه يرتاح والله يجيونا مام مرض ولاد سكار دي كونسير شتي تلقاي عنده هذيك يقول لك انا نرتاح اني مريض اني حاب يقول لك انني مريض ما راح نرتاح على بالي ان شاء الله راح نرتاح مي بار كونتر تلقاي عند فوا مرض يولي يقول لك صاي شمس ماني سامح في الدنيا سي بون اكزاكتومون صح يبدا يولي يخمم كيفاش يدي سي بون يعيش في دوامه وهذا الشيء راح ياثر مام على استجابه هذاك المريض جسم المريض للدواء اكزاكتومون باسكو كاين دوكا تلقاي بار اكزومبل دوكا عندهم نفس المرض بسيشيك صح صح نهي تلقاي واحد استجاب للدواء وارتاح ومام وصل الانستاد شويه متقدم كما نقولوا مرحله متقدمه من المرض بار كونتر تلقاي بنادم كما قلت لك عنده واحد لا نيجاتيفيتي انسان ماهوش حاب يرتاح يقول لك صاي يعني ان كل شيء صرا هنايا في المخ في العقل الباطن راح ياثر بشكل مباشر على استجابه جسم المريض للدواء يعني ومدى تجاوب هذا المريض مع الطبيب بيان سور باسكو لازم يتبع النصائح تاع الطبيب لازم يبعد على اي حاجه قادره تفاقم له ولا قادره تزيد له من هذاك المرض داكو داكو دكتور وبالك في حديثنا على مرض السرطان هل زعما مرض السرطان اللي نقدروا زعما زعما لا بروميير كونسلطاسيون نقدروا نعرفوا انه عندنا سرطان جوستومون مرض السرطان عادة الأعراض تاعو تكون نقولوا لهم حنا دي سيمبتوم سينونسيو دونك في هذه الحالة يكون عنده الأعراض تاعو تكون صامتة بار إكزومبل ميم لي دولور تاعو أو ديبي يكونوا كشغل تشرب دواء تشرب أونتي إنفلاماتوار تتنحى عليك مي أنت ما على بالكش إكزاكتومون شنو صاري دونك حنا ديما ننصحوا ديما ننصحوا المرضى أنه لأي إنسان أنه لازم يدير الفحوصات الطبية تاعو بشكل دوري
ولو لي مرتين في السنه كل 6 اشهر انسان يروح يدير ان بيلون كومبلي يشوف واش عنده يشوف كش ما عنده باسكو حنا مرض السرطان بشكل خاص انسان كل ما يفيق له قبل كل ما راح يقدر يتجاوب ويرتاح منه بشكل اكزاكتومون 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 دكتور يعني دكتور اليوم كان حاضر معنا طبيب وايضا استاذ الله يبارك وعنده ايضا كيما حنا نقولوا ان دون هكذا يعني يقدر يغني لنا ايضا مثلنا مقطع اكابيلا يعني مثلنا فيروز ولا فيروز دراكا ماشي تفضل غني وكيفك انت تفضل دراكا تذكر اخر مره شفتك سنت تذكر وقت اخر كلمه قلت وما عدت شفتك وهلا شفتك كيفك انت ملا انت ما شاء الله ما شاء الله دكتور يعني صافي فريمون بليزير يعني ربي يقدرك ان شاء الله في المشوار ديالك يعني متعدد المواهب بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظك شكرا جزيلا الله يسلمك دكتور كلمه اخيره واش تقول لنا بالك نصيحه اخيره ايضا للمشاهدين واش تقول لهم والله نقول لهم كيما قرينا بكري خلاص الوقايه خير من العلاج دونك فوميو الانسان انه يحافظ على نفسه كاين واحد المثل شعبي ثاني واش يقول طبيب النفس مولاه كل صح. انسان على باله بالشيء اللي راح يخرج عليه سي فري حنا كاطباء نمدوا توجيهات نمدوا نصائح في حاله المرض قادر نمد لك دواء مدوا هذاك ما تقدرش تعيش به حياتك كامل دونك بار كونت الانسان كيكون على باله الشيء اللي لازم يخرج عليه عنده نظام صحي رجعنا له بدينا به وراح نكملوا به هذا النظام الصحي راح يعاونه بوكو بلوس باش يرتاح من الامراض اللي عنده ولا حتى يتعايش مع المرض اللي عنده باسكو كاين كيما قلنا امراض مزمنه الانسان ما يقدرش يرتاح منها بشكل نهائي ما يقدر يتعايش معها اون دي غير ماهوش مريض داكو لا هذا شكرا جزيلا على الحضور ديالك معنا شكرا على الاستضافه نتاعكم شكرا شكرا جزيلا اذا اعزائي المشاهدين ومنه لحقنا نهايه عدد اليوم من برنامجكم برنامج لايف نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله نفس التوقيت نفس المحطه دمتم في رعايه الله وحفظه ومع السلامه